بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ودرسي درس في شيء أو يدخل تجارك كما أنب كينوا هل في ومنعه آخرون؟ إلى لوضعك آية علم الضروري جائزة ببيت النظري. شتك لاروريا لشأن ده هيا ببداعات حاصل به ببتا النظري نيازمان دي النظر وفكر به نيازمان دي كسب به اكتساب به سي رأيي بعضك مطلقا بيان دروستا رأي أولي قاضي أبو بكر باقلاني وبعض المتكلمين أولا يعني بصورة كلية يجوز انقلاب كل ضروري نظريا لا للأيوان. لا بلام رأي دوم أو ومنعه آخرون بعضك مطلقا منع يعني يعني كتو يعني أصلا ضروري يقدن لاروري شي هيج ضروريك ناكري نظري باشا دليل يعني شي لأنه يفضي إلى جواز الخلو عن الضروري المؤدي إلى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن العلم باستحالة اجتماع الضدين وأن الكل أعظم من الجزء وغير ذلك من الضروريات التي تلزم العاقلة وأن وإنه محال بالضرورة بالوجدان دل شون كبابا الضروريات لازم إنسان عاقلا إنسان عاقل ضروريات لازم يوين الكل أعظم من الْجُزْئِي اجتماع الضدين محالون اجتماع النقيضين محالون أو ضرورية لازم إنسان عقل إنسان عقل وقتك رشدك سربان دي بلوغ أو ضرورية لوجود إنسان بالغ عقل دا بوانك بالضرورات خلق دبن ببي اختياري خوي هل او انا لازم انسان عاقل، دي شجا اگر قرار به دروس به انقلاب الضروري بنظري فذبه جائز بخالبن لا علم الضروري خلو لا علم الضروري سرده شيء او جوازه سرده شيء بو جواز خلو عقل في العلوم لا علم بو ضرورياتك محال عقلك اواني نبي محال انسان عاقل اواني نبي لازم لي جدا نا بنو. داك قرار بانقلاب الضروري بنظري دروس به اللي ولازملك عاقل لوانا شبه خالي بيدي. بالضروره حاصل نبدي بنظر حاصل بي نظرك شي ناكر لو انسان جائز بلوانه خالي بدا وجمع خالي بالوجدان. مراجعي وجداني يقول كي ناكل الانسان عاقل اوانا نزاني. ببداهد نزاني. هل يرزم بو؟ وفيه ان الخلو عن الضروري انما يمتنع ما دام ضروريا. وبعد الانقلاب لا يبقى هذا الوصف بل لينا منع ذاكين مقدمة رافعة ذاكين لواقع ذايدي دارين بابا خلوي عن الضروري وقت ممتنعا ما دام به بوصف الضرورة توا علمك محله محال إنساني عقلي خالي به علمك كالضرورية إخوة ما باسي ويدا كان كعلمك ببتنظري وقت كبوبة نظري بوصف الضرورية نما وتوا وانا مغالطان لو كبالي أو علوم الله روري وكل كل من الجزء واجتماع الله محال وانا كعلم بديهين بوصف بديهي بونوى لازم إنسان عاقل محال إنسان عاقل نزاني محال الإنسان عاقل جدابنا راز بوصفي بوصف الله روري بونا بلامي ما باسي كال نظري إنسان عاقل خالية لزورك لنظرياتي كنظري كنظرية كردو با خالي لوانش بيدي شكي شيكي تدانيا هذا يلزم بول بو يحاشي بين جوينيش مخين فلا يلزم خلوه العاقل مما يستحيل خلوه العاقل عنها إذ بعد انقلاب جميع الضروريات نظريتان لا يوجد عاقل بمعنى عالم ببعض الضروريات آخر عاقل يعني عالم ببعض الضروريات عاقل يعني عالم أقول اكو تعريف عقل دخوين عندي عالم ببعض الضروريات او انك ممكن بوسيله ونظريات كسب بكري باشا وقتك كانسان عاقل خالي يعني او اقل ضرورياتك منقلب نظري بون تازع عقلي بو معناه نامين توخو حتى حتى لازم بخلو العاقلي عن هذه الضروريات تازع عقلي بو معناه نامه توخو انسانك بوتشي بوتشاهيل هل يرزم قال باشا بل يلزم بل إنما يلزم خلو الجاهل عما يستحيل انفكاك العاقل عنها راس إنسان ما دام عاقل بو معنى به بي بعض الضرورات كبزاني ما دام عاقل بو معنى بلا ميه وقت كان لاروريا كبو بنظري تزا إنسان عاقل بو ما نما توت الجاهل محال جنية إنسان جاهل خالي بلاش لو علومي كان حال إنسان عاقل بو خالي به شكو عاقل بو يعني لو قد بحثك بحثي يا خدوان تعال دتواني او انسان عاقلي كعالم ببعض الضروريات ك ك كناكري او الضروريات العاقل جدا عاده ناكري باري تعال دتواني الضروريات كي لي جدا بكاتوا ونيا اواني كبل ضرورات حاصل من باري تعال ويلي كبل ضرورات بو حاصل نبا علمك يبو خلق نكا بجورة كيوا إنسان يخلق بك كقضايا الأوليه بديهيات أو أنا زاني إنسان كي جاهلي يبالي إنسان يخلق بك شيء تداني يقول زور وهنا قول آخر وإيش ما توزيح داو نقد نقد قول دوم قاضي أبو بكر باقلانية وقول إمام الحرمين وهنا قول آخر إيه باشا لو بس هو في عكسه خلاف لو كآية كأي الله روري جائزة ببيت النظر اختلاف كما اختلف في تعدد العلم الحادث بتعدد المعلومي هروكو اختلاف لو ذا آية علم بتعدد متعدد به معلوم متعدد به أجر يعني معلوم متعدد به علم متعدد به يانا ذكر معلوم متعدد به علم متعدد نبي اختلاف تدايا تعلم حادث وياها علمي قديم قطعا بتعدد معلوم تعدد وبيدانه صفه بال تعالى صفه الداني مليار ده مليار بين نهايات معلومي بيداني بال تعالى وتعدد اجل علم كذا او مشخصه اما بس علمي حادث ذكي هل تقسيم بحث بحث كان بيش علمي حادث بمي. قد يكون بالاستعداد وقد يكون بالفعل يا اخو علمي حادث علمي قديم بالاستعداد شيء هميار بالفعل بالاستعداد شيء هل يرزم بو؟ أو في تعدد العلم الحادث كوني <تسجل> <تسجل> إمام فخري رازي رحمه الله أو اختلافي دكات اللفظي اختلاف لوضع كآية علم بتعدد معلوم تعدد بوب إذا دبي أن لكاتا اختلاف كي وأنا أول ولباسي علم دا شان راي هبون علم ايه بمعنى صفه ذات اضافه قوي دانائي يعني علم بمعنى شبه علم بمعنى الصوره الحاصله من الشيء عند العقل بي. يعني علم بمعنى اضافه باضافه تعلق بين عالم ومعلومة هذا يرزن بون جاء او اختلاف إيره دقريته بتفسير علم اتو علم باش تفسير إلي. أجال معنا قوي دانائي دائري والله بالتعددي معلوم تعددي بيداناب هل يقوى يا قوي دانائي هزاران معلومي بيداناب متعلقات أو قوي متعددا يتعلقاتكش إيه خارجاً لا قوي من هي تعلقاتي قوي كان هادي بهارك هي بهزاران فاميلا و هل هيك زايدا قوي عالماش قوي عاقله قوي دانائي تعلقها بهزاران معلومات أو تعدد شبه في دانا دانا قوة قوة عالي عالية قوة عالية ما وجودي من ده ونيا بلا ما علم بمعنى إضافة بجري الخدي إضافة كه هلا والله أو أختي بتعدد المعلوم تعدد شبه في هر شو معلومي تعلقك لبيني ولبيني عالم ده علم جبريت الله تعلق بتعدد معلومات تعدد تعلقاتها علم جبريت الله تعلقاتك علم يتعدد بتعدد المعلوم. معنا معنى الصورة الحاصلة تجبق لها الوالية. هر, هر معلومة صورتك ملياردها معلوم، ملياردها صورة يك معلوم، يك صورات. دو معلوم، دو صورات. بتعدد معلوم، تعدد وبيداد. بس اختلافك لا لوقعدة واقع ذا. اختلاف لا علم، داتو دا علم باش معنى هكذا. وبنى الإمام الرازي هذا الاختلاف على الخلاف في تفسير العلم. انه اضافه فيكون التعلق بهذا غيره بذاك او او صفه ذات اضافه فيجوز للواحد تعلقات بامور متعدده وكثره التعلقات الخارجه عن الصفه لا تجعلها متعدده متكفره امام فخر رازي او اختلافي بناكر لسرشي دائما مزران دوا اختلاف لتفسير علم ده كنت اختلاف لو مسألي كتعدد العلم بتعدد المعلومي مبني على اختلاف لتفسير علم ده باشا ايا علم اضافة علم يعني اضافة وتعلق بين العالم والمعلوم او قصي قدماء متكلمين او أبو. او اختي والله تعلق تعلق عالم بهذا باو معلومة غير تعلق ويا معلومة كيدك بس شن معلومها بن هبن اوندش تعلقها هيا وانا تعلق اج علمك كوابو علم متعدد بو بتعدد معلومك اجا اضافة بي و شن مضاف اليها كما معلومة كان اوند علم فايدة بعلم معنى اضافة وهل واقع علم معنى الصورة تشبه هر الصورة الحاصلة جا اوي نكتوا اجا معنى الصورة علم تعدد بتعدد معلوم بلان او صفة ذات اضافة يا علم بريتيا صفتك كصاحب إضافتك يا او قويك بوسيلة اضافة وتعلق لبين عالم ومعلوم لا بهيدا لبي اقل معنا ب والله ولا او يجوز فيجوز للواحد دكري أن عالم تعلقات هبي بامور متعددة بلان صفة علمك هل يك صفته قوة كهل يقوية. كسرة إجاح وكسرة التعلقات الخارجة عن يعني الصفة زوري وتعدد أو تعلقات كخارج لو صفتا لا تجعلها متعددة متكثرة قوة كي ناقر متعدد ومتكثر خذ قوة قويا تعلقاتي تعلقات أو قوي زورة تعلق يرتوى بزيد بعمر بزيد قائم با الله أكبر بهزارا معلومة وتعلق يرتوى تعلق كان خارجا لما هي قوة تعلقات او قوان تعلقات اشتاك جزء اشتاك نيم كوابوبا كسرتو تعدد تعلقات كسرت لا متعلقة كذا كهمان صفتك يا قوة كيا باي ناد بس نزعك لفظيه يدي زرتش شاك اوش او بحثش هوا وبحثك تر اويا محلي علم شوية محلي علمي قديم ذاتي بالي تعالايا أو بحثي هناك يعني بحسي علم محل علم قديم أو ذاتي تبارك وتعالى وعلم خدا قائمة بزاتي خداهني تبارك وتعالى قديمة وكذاتي باري تعالى أبى أنا قديم ذاتي تجيشتن ذاتي هم قديم ذاتي هم قديم الزمانية بل محل علمي حادث شوية علم حادث أه بشو حلول لك والأدلة السمعية دلت على أن محله أي العلم الحادثي القلب اد اللي سمعيا دلالتك بدلالتك قطعي حتى دلالتك كان السلوي كمحل علم حديث شويه قلبه ولا لاي متكلمين ها هل يرزنبون ولا لاي متكلمين وياه دنا لالي في حكما آه علم حديث قائمه بشويه بنفسه محلك النفس روحه ونيركي في نفسه اني قلاله محلك شويه نفسه وروحه بلان متكلمين دلنا محل علم حادث شوية قلبه وإن لم يتعين هو لذلك عقلا هرشند قلب متعينية لذلك بويك بتم محل بو علم حادث عقلا للجهة عقله. يعني عقل دليلك ليس لسرويك واجبة محل علم حادث فقط قلب نعم عقل بجائزة ظناني باري تعالى أو علم حادثي هل كل قلب دا خلقي ذاك لا جزء كتري بدن إنسان دا خلقي بك لا جزء كتل بدن غير إنسان دا حتى خلقي بك لا تكتك أجزاء لا تجزاء باري تعالى علمك علمك خلق بك واني آخر للحاز عقلي بل يجوز أن, يت أن يخلقه الله تعالى في أي جوهر إن شاء عقلاً جائزة باري تعالى علم خلق بك لهر جوهرك كباري تعالى في خوش بي هر جزء لا تجزا يعني جسمك في جسمك مركب باري تعالى إرادة بكدة تواني علم تداخل أو عقلا جائزة بلان فعلا باري تعالى لشو خلقي كردوا أو علميا لقلب دا خلقي أدي ليس معيدة لا أدي سلوة هذا هل يرزن طبعا أو معلوماتيك أو أنا القلب. نجا قلب باتشي دالاً. شاف ما هو محلكش فيها قلب. بلان قلب باتشي دالاً. هل يرزم بو؟ لا. <applause> آه. لا الفلاسفة محل علم نفسه روحه. بلان للاي متكلمين محلكش شوية قلب. بلان إلا أن الكلام في القلب. فقد أون ده هي اختلاف لا شيء ده هي لقل قلبش معناها، لو ده اختلاف هيا أو قلبك محل علم كبأدي ليس سمعي ثابتة كعلم لقلب دايا أو قلبت شيئا بمعنى شيء مراد لو قلبت شيئا أدي ليس عميزورا نسولوي كمحل علم قلبه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بها وسوى قلوبك. آخر. أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قلب بس قلب أيدي أو جار بالي تعالى فرمي أعراف دا ولهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها يعني بقلبك علمك هبابا رمضان أمان استفادي قلبك لقلبك شو يسمى علم شوية قلب جاوجه ايمان كبشة لا علم ايمان تصديق يدي ازعاني علمي وازعاني فعلي شعوة ايمان شرعي محلكي اولئك الذين كتب الله في قلوبهم الايمان ايمان محلكي شوية قلب يعني مثلا يعني مثلا دعا اللهم ثبت قلبي على دينك يعني الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت هم الا وهي القلب حال او زورن دي ادلي كتاب السنة لسلوى كمحل علم قلبة بلام اختلاف هيا لودا كقلب شيء آخر والظاهر من كلام كثير من المحققين أن ليس المراد بالقلب العضو المخصوص الموجود لكل حيوان ظاهر لكلام زورك لمحققين أويا كمراد بقلب أو أن دامت هيبة موجودة كموجودة لبوهم حيوانك ضله دلا بريتيلا قلبي صنوبري هما قلبي قوشتين كوكو صنوبر جل صنوبروايا مراد أو قلبه نية أو قلبه محل روحي حيوانية أو محل روحي حيوانية أو روحي حيواني كجسم لطيف حامل قوة الحيوان إلى البدن البدني كفش خندمان كمان روحي حيواني حاصل دبي الله بخاري اخلاطي اربعه لدرس كاني في او ما أو اوان بل او قائمه بو قلب او احسن روحي حيواني مراد مراد بقلب او عزوه مخصوصا نيا ادي مرادشيا بل الروح الذي به امتياز الانساني مراد لقلب روحي انسانيه او روحي اوتو كبو انسان جداد بيتا ولديكي حيوانات كمان دبيتا روحي انساني روحي انساني جسمك لطيفة ك لناو او عزوه مخصوصة صنوبرية دا كهمان قلب او قلب جوشتية روحي انساني لناوي وداية يا ارزم جديارة روحي انساني جمو لروحي حيواني دي روحي انساني مختصة يعني فقط انسان علمي هي. دنا اواني علم ادراك ادراك احساسك تخيلك توهمك حيوانات دي كاش بلم تعقلك فقد شي تعقل لرشي عقل فقد انسان هيتي غير ادراكي كليات جار مثلا استدلال واستنباط واستنتاج نتائج وني اخر او انا فقد شي و مثلا بيشرفت حاصل ولا مادي ومعنوي وانا فقد انسان هيتي او روحي انسانيه جا مراد لقلب او روحيها لك لا ايه ايه روحه جدا اختلاف او روحاً جسمك لطيفة يعني جوهلك مجردة عندك زور زور دلن جسمي لطيفة عندك جوهرك جوهلك مجردة جمراد لقلب او روحه انسانية كظل محل علم قلبه لقرآن دفع الموتي لهم قلوب اه اه فتكون لهم قلوب يعقلون بها او قلوب منزور روح انسانيه كان هل يرزم بون ارواح انسانيه كانن نجمع على قلبي جوشتي كهمو حيوانك كيدي <applause> زور شاك او جارك انا ولا كلام في توسط الار رتلي را بحسكي داغ روجيش هيا كعقل شوي دايا راسي قوي عاقلة لشوي دايا عقلك لا قلب دايا لنو او قلبي صنو بري دايا يعني عقل كلا نو مشك دايا دماغ دايا باشا ظاهري آيات كان وده جايين كلنا وقلب ده بيدي جالو تكتم مراد لو قلب روحي إنسانية كك لنا قلب دا خدي قلب جوش كَما كم أزور يا روحه كم أزوره روحه مجرد من جسم لطيف كك كبد شو نابين بري جا دا هند أجل دانش من ذكاني دا أورو دالين اه هند أجل دانش دا أورو دالين عليكم السلام ورحمة الله يا <applause>

عالمك الشيعين سيوتي بناري الصباح ركابي باشا؟ دواء يقل بيغمي بوتاً براي دا كام PDF كي موجودة كتبك جوانا العقل بين القلب والدماغ أه هجوشة كي قرآني كردوة همس الآيات قرآن مثل سر أحاديث الروايات سر خوياً يعني جاي أئمي خو كاون بأئمي الشيعة حسابي إذا كانوا دواء كذا أئمي أهل السنة أو جا لعلومي تجريبية وعلومي أوروبي فجواش يلصروا كردوها ذول تحقيقاتك الجوانية كردوها كعقل شوية دايا موقع ومحلي عقل شوية قلبا يان مش كه هذا يرمز لا آيات القرآن استفادة كردوها لا تورات لا زبور لا إنجيل فين إنجيل كان لو أن أنا استفادة كردو إنجيلي متى ولوى وأنا أرجع لك أنا لا آخرين تحقيقات وبجوش كان علمي أورو دست أورد كانوا يفتها علمي أورو استفاد إليه كردوا لأقوال عرفاء وشعراء وأوانا زور زور قوي نصيبة ثابتة كردوا كمحل عقل قلبه نقد دماغه نقد مشكل بعلوم اللي صار روشتوا زور زور عالية كتبك جوان نصرا كرم بحسي جرايش الشيعية كينيا لو <متحدث> بحسب حسك يا علمي بحل مشتركة بحل بين الشيعة والسنة هذا هي بكنا مش بي دي هي بوتان دانير بأمي دي هم أربوتا بوا بحسب مثال آيك كان خوش لأيام لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين ودرسي بيشي أوي دو خطيه جاركت كمعناه بكيناوه هاد دو خطيه بيشي ومنعه آخرونه فرموي لودا دا علم الضروري جائزه ببيت النظري شتك الضاروريه لشأن دا هايه حاصل به ببيت النظري نيازمن دي نظر وفكر به نيازمن كسب به اكتساب به سي بعضك مطلقة بيان دروستة رأي أول قاضي أبو بكر باقلاني بعض المتكلمين أوايا يعني بصورة كلية يجوز انقلاب كل ضروري نظريا لا لا أيوان. بلا رأي دوم أوايا ومنعه آخرون بعضك مطلقة منع يعني كدو. يعني كنت يعني أنا أصلا ضروري يقدن الضروري هيك ضروريك يقناك لببتا نظري <applause> باشا دليل انشيا ترمي لانه يفضي الى جواز الخلو عن الضروري المؤدي الى جواز خلو العاقل الناظر في العلوم عن العلم باستحاله اجتماع و وان الكل اعظم من الجزء وغير ذلك من الضروريات التي تلزم العاقله وان وانه محال بالضروره بالوجدان ده الاخر شون كبابا الضروريات لازم انساني عاقلا انساني عاقل ضروريات لازم يوين قال يا الضرورية الكل اعظم من الجزئي اجتماع الضدين محالون اجتماع النقيضين محالون او ضروريتنا لازم انساني عاقلا انساني عاقل وقتك رشدك بلوغ او ضروريات لوجود انساني بالغ عقل لا بوانك بالضروره خلق دبن ببي اختياري خوي هل يلزم بول انا لازم إنساني عاقل دي باشا جا اگر قرار بي دروس بي الضروري بنظري پس جائز بي لا علم الضروري خلو لا علم الضروري سر او جوازه سرد كشي بو جوازي خلو عاقل ناظري في العلوم لعلم بو ضرورياتك محال عقلك اواني نبي محال انسان عاقل اواني نبي لازم لي جدا نابنا دقي قرار بانقلاب الضروري بنظري دروس به يلي ولازم دك عاقل لوانه شبي خالي بالله بالضروره حاصل نبي دي بنظر حاصل به نظرك شي نكر لو فزوي انسان عقل بلا جائز بلا خالي بي دوج محالي بالوجدان مراجعي وجداني خد كي ناكل انسان عقل اوانا نزاني ببداهت نزاني هل يرزم وفيه أن الخلو عن الضروري إنما يمتنع ما دام ضروريا وبعد الانقلاب لا يبقى هذا الوصف بلان لما منع ذاكين منعي مقدمة رافعة ذاكين لواقع ذايدي بابا خلو عن الضروري وقتك ممتنع ما دام كالضروري بوصف الضرورة علم علمك كالضرورية محاله إنساني عقلي خالي به علمك كالضرورية إخوة ما بس يويدا كين كعلم كب بتنظري وقت كبو بنظري بس في الضرورية إنه ما هو تبغ أو أنا مغالطان لو دايا إيه كبلي أو علوم الضروري وكل كل عظم من الجزء واجتماع الله داني محال أو أنا كعلم بديهين بوصف بديهي بونا لازم إنسان عاقلا محال إنسان عاقل نزاني محال الإنسان عقل جداب نوا راس دكا بوصف الضروري بونا ووايا بما مهما بسوي لكن خال بالاروري نمنا وبيت شيء نظري إذا وقت بيت النظريه ركو انسان عاقل خالي لا زورك كنظريتي نظريه دانكلو با لوانش بيدى. شيكي أرزم بول؟ بي دي شيء شيء كتدانيه هذا لازم بو بو هاشي بينجو نشم خندهه تفلا يلزم خلو العاقلي مما يستحيل خلو العاقلي عنها اذ بعد انقلاب جميع الضروريات نظريتان. لا يوجد عاقل بمعنى عالم ببعض الضروريات آخر عاقل يعني عالم ببعض الضروريات عاقل يعني عالم أنت تعرف عقل دخوينين عالم ببعض الضروريات أو أنك ممكن بوسيلة ونظريات كسب بكري باشا وقتك كإنسان عاقل خالي يعني أو أجل ضرورياتك منقلب نظري بون عاقل بمعنى بو نامين حتى حتى لازم بخلو العاقل عن هذه الضروريات هذا عاقل بمعنى انا ما هو ترى بلكو انسان كبوت وتجاهل هل يلزم بون؟ بل يلزم بل انما يلزم خلو الجاهل عما يستحيل انفكاك العاقل عنها راس انسان ما دام عاقل بمعنى دبي بعض الضروريات كبزاني ما دام عقلي معناه بل بلام كان ضروري كبو بنظري او إنسان عاقب ومعناني ما توت جاهل إذا محال حال جنيه إنسان جاهل خالي بل لو علومي كمحال حال إنسان عاقلي خالي به كعاقب ومعناني يعني اللي واقع ده بحث سكب بحثي تعالى تعال أو إنسان عاقلي كعالم ببعض ك ك كناكري الله أو الضروريات العقل جذابة عادة الناكري باري تعالى دتواني الله رؤياته كي لي جدا بكاته و ونيا اواني كي بالضرورات حاصل دبن باري تعالى و يلي بالضرورات بو حاصل نبن علم كي بو خلق نكا بجور كي انسان خلق بك كقلايا قلايا اوليش أو و اوانج نزاني انسان كي جاهلي باري تعالى دتواني انسان و بكا كي شي تدان يا خو زور وهنا قول اخر و اوش من اه توزيح دا نقدش منك قول دوم قازي أبو بكر باقلانية وقول إمام الحرمين وهنا قول آخر إذا شاء لو بس وفي عكسه خلاف لو كآية ضروري جائزة ببيت النظر اختلاف تدايا كما اختلف في تعدد العلم الحادث بتعدد المعلومي هلوكو اختلاف لو ذا آية علم بتعدد معلوم متعدد به اگر معلوم متعدد به علمش متعدد به يعني ذكر معلوم متعدد بعلم متعدد نبي اختلاف في تدائر على يعني علمي حادث وياها علمي قديم قطعا بتعدد معلوم تعدد وبهيدا نبي صفه باري تعالى صفة الدانائي ملياردها مليار, مليار بين معلومي بهيدا زاني باري تعالى وتعدد جل علم كذا نية أو مشخصة إما يعني بس علمي حادث ذكى هل تقسم بحث بحث كاني بيجو بس علمي حادث بون قد يكون بالاستعداد وقد يكون بالفعل يا اخو علمي حادث علمي قديم بالاستعداد شيء هم يا بالفعل بالاستعداد شيء هذا يلزم او في تعدد العلم الحادث كوني هذا <applause> كله كله ماشي جاب خوره شنو إمام فخري رازي رحمه الله أو اختلاف في دكات اختلاف لو هذا كآية عِلَمْ بَتَعَدُّدِي معلوم تَعَدُّدِي بوب إذا ده دكات اختلاف في لفظي أول واسع علم ده شان رأي هبون علم آية بمعنى صفة ذات إضافة قوي دانائي يعني علم بمعنى شبه علم بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل بي. يعني علم بمعنى إضافة بإضافة تعلق بين عالم ومعلومة على يرزم جا أو اختلاف إيرة قريته وتفسير علم أتو علم باش تفسيري إيدجي أجر معنا قوي دانا إيدجي والله بتعددي معلوم تعددي في دانا هل هي يا قوي دانا إي هزاران معلومي في هذا متعلقات أو قوي متعددا هي إيه تعلقاتك خارجا خارج لقوة كيدي من هي تعلقات قوة كان هذه بهرك إزاي تعلقي تعلقها بهزاران فاميلا هل هريك زايدة قوي عالمش قوي عاقلة قوي دانائي تعلق هي بهزاران معلوماته وتعدد شبه في وليك دانا قوي قوي عالي قوي عالمة وجودي من ده ونيا بلا ما علم بمعنى إضافة بجري هرخدي إضافة هر ك والله وقت معلوم تعدد شبه في هر شو معلومي تعلقك لبيني ولبيني عالم ده علم جبريتي لو تعلقه بتعدد معلومات تعدد تعلقاتها علم جبريتيا بتعلقاتك علم يتعدد بتعدد المعلوم. اگر معنى الصورة الحاصلة تجبق لها الوالية هر معلومة صورتك ملياردها مليارها معلوم مليارها صورة معلوم يك صورة دو معلوم دو صورة بتعدد معلوم تعدد بو بس اختلافك لا لواقع هذا ده قريته أبو اختلاف لتفسيري علم ذاته علم باتش معنى فرمي وبنى الامام الرَّازِيُّ يو. هذا الاختلاف على الخلاف في تفسير العلم أنه إضافة فيكون التعلق بهذا غيره بذاك أو أو صفة ذات إضافة فيجوز للواحد تعلقات بأمور متعددة وكثرة التعلقات الخارجة عن الصفة لا تجعلها متعددة متكفرة إمام فخر رازي أو اختلافي بناكر دوة لسر شي داي مزران دوا لسر اختلاف لتفسير علم ده كنت اختلاف لو مسألة كا تعدد العلم بتعدد المعلوم ما لسر اختلاف لتفسير علم ده باشا ايا علم اضافة علم يعني اضافة وتعلق بين العالم والمعلوم او قصي قدماء متكلمين او أبو. او اختي والله تعلقي تعلق عالم بهذا بو معلومه غير تعلقي ويا بمعلومه كيديك بس شان دانا معلومه بن اونداش تعلقها هيا وأنا هل تعلق اج علمك كوابو علم متعدد بو بتعدد معلومك أجبريتي بريتي و شان مضاف اليها كما معلومه كان اوندا علم فيدا بعلم معنا اضافه وهل واقع علم معنى الصوره تشبه الصوره الحاصله جاي وينكتوا اجل معنى الصوره تشبه هل هو علم تعددي دي بتعددي معلوم. بلان او صفه ذات اضافه، يعني علم باليتي صفتك كصاحب اضافه يا او قويك بوسيلة اضافه وتعلق لبين عالم ومعلوم لا بهيداد به. قويدا. قويدا. اگر بو معنا ب والله او فيجوز للواحد لذكريك دان عالم تعلقاتها بامور متعدده بلان صفه علمك هل يك صفه؟ قوه كهل؟ يقوى كسرة جاحة وكسرة التعلقات الخارجة عن يعني صفتي زوري وتعدد أو تعلقات كخارج خارج لو لا تجعلها متعددة متعدد متكسرة قوة كي ناقر ومتعدد ومتكثر خذ قوة كي تعلقات أو قوة زورة تعلق يرتوى بزيد بعمر بزيد قائم بأ الله أكبر بأو هزارا معلومة وتعلق يرتوى لتعلقك كان خارج لماهية قوة كا. تعلقاتي أو قوية تعلقات اشتك جزء اشتكا نين كابو بكسرة تعدد تعلقات كسرت لا متعلقة كدا كهمان صفتة يا قوة كي بيدا نعد بس نزعك لفظي يدي زرتش شاك اوش او بحثش هوا وبحثك تر اويك محل علم شوية محل علم قديم ذاتي باري تعالى أو أو بحثي هناك يعني بحثي علم محل علم قديم أو الذات تبارك وتعالى وعلم خدا قائمة بزاتي تبارك وتعالى قديمة وكوزاتي ذات باري تعالى البتا قديم الزمانية نا قديم الزاتي تجيشتن ذات خدا هم قديم الزاتي هم قديم الزمانية بلا محل علم حادث شوية علم حادث أه بشو حلول لك. والأدلة السمعية دلت على أن محله أي العلم الحادثي القلب اد اللي السمعيه دلالتك بدلالتك قطعي حتى دلالتك محل علم حديث شويه قلبه ولا لاي متكلمين ها هل يرزنبون ولا لاي متكلمين هوايه دنا في حكما آه علم حديث قائمه بشويه بنفسه وعندنا محلك النفس روحه ونيركي في نفسه اني قلالت محلك شويه نفسه وروحه بلان متكلمين دلنا محل علم حادث شوية قلبه وإن لم يتعين هو لذلك عقلا هرشند قلب متعينية لذلك بويك بتم محل علم حادث عقلا للجهة عقله يعني عقل دليلك عقلينية لسرويك واجبة محل علم حادث فقط قلب نا. بعقل بجائزة زاني بارئ تعالى او علم حادثي هل كل قلب داخل خلقك دا لا جزء كتري بدن انسان داخل خلقك لا جزء كتر لا بدن غير انسان ده حتى خلقك لا تكتك اجزاء لا تجدد بارئ تعالى ذاتاني علمك خلقك واني اخر للحاز عقلي وبل يجوز ان يت ان يخلقه الله تعالى في اي جوهر إن شاء عقلا جائزة بارئ تعالى علم خلق بك لهر جوهره كباري تعالى بيخوش خوش بي. هر لا تجزا يعني جسمك في جسمك مركب، باري تعالى إرادة بكذا تواني علمي داخل أو عقلا جائزة بلان فعلا باري تعالى لكشوي خلقي كرد أو علميا لقلب ده خلقي كرد أدي ليس سمعي ده لابد سروا هذا حالي معلومات لا قرارة جيدوا لأبو

فقط او هي اختلاف لشي ده هي لقل قلب معناها لو ده اختلاف هي او قلبي كمحل علما كبا ادله سمعي ثابته كعلم لقلب دايا او قلبت شيئا بمعنى شيئا مراد لو قلبت شيئا ادله سمعي زورا نسالوا كمحل علم قلبه افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعقلون بها وسوى قلوبك وني آخر أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قلب بحث قلب أيدي أو جار باري تعالى فرمي لسورة أعراف دا ولهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها يعني دي بقى قلبك علمك هبابا لما أمان لنا كان لقلبك شاد يسمى حلي علم شوية قلب. ايمان كبشك لا علم، ايمان تصديق ايدي. ازعاني علمية وإزعاني فعلي شاره ايمان شرعي. محلكي اولئك الذين كتب الله في قلوبهم الايمان. ايمان محلكي شويه قلب. يعني مثلا دعاءك اللهم ثبت قلبي على دينك. يعني الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت هم الا وهي القلب. على بون؟ او زوراً ادي أدلة كتاب السنه لسلوي كمحل علم قلبه. بلام اختلاف هيا لو كقلب قلبت شيء اخر. والظاهر من كلام كثير من المحققين ان ليس المراد بالقلب العضو المخصوص الموجود لكل حيوان. ظاهر لكلام زورق للمحققين اويا كمراد بقلب او أن طيبه كما موجوده لبوه حيوانك كما ضله بريت قلبي صنوبري وبريه قلبي غشتين كوكو قل صنوبر مراد او قلبه نيه او قلبه محل روحي حيوانيه او محل روحي حيوانيه او روحي حيوانية جسم لطيف حامل قوه الحيوان الى اعضاء البدن كفش خندمان اه، كمان اه روحي حيواني حاصل لا بخاري اخلاطي اربعه لدرس كان بيشد او ما يخيم اوان بل او قائمه بقلبه قلب او احسن روحي حيواني مراد نية مراد بقلب او عزوه مخصوصا نيا ادي مراد بل الروح الذي به امتياز الانساني مراد لقلب روحي انسانيه او روحي اوتو كبو إنسان انسان جداد بيتا ولديكي حيوانات كمان دبيتا روحي انساني روحي انساني جسمك لطيفة ك او عزوه مخصوصة صنوبرية بريدا كهمان دبتا قلب او قلب جوشتية روحي انساني لناوي دا يا. هل يرزم بون جديارة روحي انساني مغايرة روحي حيواني دي روحي انساني مختصة يعني هربوشا فقط انسان علمي هيا دنا اواني علم ادراك ادراك احساسك تخيلك تواهمك حيوانات ديك جهيانا بلم تعقلك فقد شهيتي تعقل لا عقل فقد انسان هياتي غير ادراك كليات واوجار مثلا استدلال واستنباط واستنتاج نتائج ونياخد او انا فقد شهيتي و حاصل ولا مادي ومعنوي وانا فقد انسان هيتي او روحي انسانيه جا مراد لقلب او روحيها لكن لو روحا اختلاف اختلافة دي أو روحا جسمك لطيفة يعني جوهلك مجردة عندك زور, زور جسمي لطيفة عندك اخي جوهلك مجردة جمراد لقلب أو روحة إنسانية كدلن محل علم قلبه لا دفع الموتي لهم قلوب اه اه فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو قلوب منزور روحة إنسانية كانن هل يرزم بون أرواح إنسانية كانن نجمعنا قلبي غوشتي كي هم حيوانه كي دي <applause> او جرك انا ولا كلام في توسط ال روتليرا بحثه كي داغ روجيش هيا كعقل شويه دا داية. راسي قوي عاقله لا شويه دا عقل قلب دا لانه او قلبي سنه يعني عقلك لانه مشك دا دماغ دا باشا ظاهري آياتكَن كان وده كلنا وقلب ده بيدي جابت مراد لو قلب روحي إنسانية ك لنا وقلب ده خدي قلب جوش يا روحكَما أنزلني روحا كم أنزل روح مجرد كأنه من جسم لطيف كبت شو نابين ده جا هين أورو دَالِنَ هين آه، دا دا أورو دَالِنَ عليكم السلام ورحمة الله يحب. يحب. يحب

اعلمك الشيعين عين سيوتي بنوي الصباح ركابي ماشي دوك الى بير بوطم بريده كامل بي دي اف موجوده كتبك الجوانا العقل بين القلب والدماغ تجوشه أه... كي قراني كدوا هم الآيات قرآن سر احاديث سر روايات خويا يعني جاي ايما يخو كرام بايه الشيعة حسابي اذا كانوا لو حوله دا ايما اهل السنه او جا لعلومي تجربي و علومي اوروي فجوشي لسر كردوها زور تحقيقاتك جواني كردوها كعقل شوية داية موقع ومحل عقل شوية قلبا يان مشكا هل يرزم لآيات لا آيات القرآن كردوها لا توراة لا زبور لا انجيل فينج انجيلا كان لوان استفادة كردوها انجيلي متى و اوانا أرجع لك أنا لا آخرين تحقيقات وبجوشة كان علمي أورو رو دستا وردا كانوا يافتهاي علمي أورو رو استفادة إلي كردوا لأقوال عرفاء وشعراء وأوانا زور زور قوي نسوية ثابتة كردوا كمحل عقل قلبة نك دماغة نك ميشك بعلوم أوروج اللي صار روشتوا زور, زور عالية كتبك جوان نسراو كارم بحثي جرايش الشيعية كينيا لو بحصى بحصى يا علمي أبا حوار مشتركة لبين الشيعة والسلف هذا تبقى هي بالكامل مش بدي فكمل هي وتندنيرن بأميديك باش هم ما رجوت أبوا بحصى متى العايد كل سر كان خوش لأيام تعطل ده بد